أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين تتميز بتوفير بيئة تشريعية مناسبة لحماية حقوق المرأة وتمكينها والارتقاء بدورها، معبرا عن الفخر والاعتزاز بمستوى التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالمرأة والتي أفرزتها إرادة سياسية قوية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى والتي خصصت لمناقشة الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بحضور سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وممثلين عن عدد من الجهات الرسمية والجمعيات النسائية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كان المنبع وراء تخصيص جلسة استثنائية اليوم لمناقشة الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية هو استعراض الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للمرأة من جهة من خلال خطة كانت بمثابة وثيقة وطنية مهمة على طريق صياغة الطموحات والتوقعات، ومن جهة أخرى كان لابد أن تقف الخطة الوطنية اليوم بين يدي المشرع لعرض احتياجاتها وطموحاتها من قوانين وتشريعات تساعدها في تمكين المرأة والارتقاء بدورها في المجتمع. أردنا أن نبين في هذه الجلسة مشاركة البرلمان البحريني، لأن يطلب دائما من البرلمانات ماذا تفعل في هذا اليوم كآلية لدعم الجهود الدولية. وفق دستورنا البحريني أيضا البحرين لازم يكون لها بعد وطني، بعد إقليمي، بعد على المستوى الدولي، وإحنا ما حقق حقيقة على مستوى المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيتة بنت إبراهيم من أيضا إنجازات بينت فيها ما هي المنظومة التشريعية للمرأة البحرينية وما هو القادم أيضا من آليات وتدابير جعلتنا فعلا في مرتبة نفخر بها. المجلس الأعلى للمرأة ومن على منصة السلطة التشريعية استعرض الاستراتيجيات والخطط الوطنية وما تضمنته من طموحات لتعزيز مكانة المرأة محليا وتأكيد حضورها في المجالات كافة. نعتبر هذه الجلسة بمثابة منتدى وطني، سيعمل المجلس الأعلى للمرأة فورا على تشكيل لجنة مختصة لدراسة كل ما طرح في جلسة اليوم من توصيات، من مداخلات قيمة من قبل السادة والسيدات أعضاء مجلس الشورى، خصوصا وأن المجلس الأعلى للمرأة يشارك اليوم جنبا إلى جنب مع الحكومة الموقرة في وضع مفردات برنامج عمل الحكومة، فمن المهم أن نقوم بعكس ما طرح اليوم في يعني محاور برنامج عمل الحكومة والذي سيكون أيضا متزامن مع الخطة الاستراتيجية في نسختها الثانية والتي يعمل المجلس حاليا على تضمين مفرداتها سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الخدمي أو على مستوى البرامج والمشاريع التي ستعمل عليها الحكومة في المرحلة اللاحقة. إن اهتمام ودعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة كان وراء نجاح كل مفردات الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وهذا ما أكد عليه أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى اليوم. وقوف الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية أمام السلطة التشريعية فتح المجال أمامهما، الأولى استعرضت إنجازاتها وما تحقق على أرض الواقع، والأخرى أشادت بهذه الإنجازات وقدمت كل الدعم ليس محليا فقط وإنما دوليا. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.